لبنان المعلق على حبال السياسة السورية وتداعياتها على سياسته واقتصاده على حد سواء، يجهد قطاعه المصرفي على النائب النفس عن تأثيرات العقوبات الغربية المفروضة على المصارف السورية. وجديد اليوم ما كشفه مصدر فرنسي لصحيفة الحياة من أن مسؤولا فرنسيا نقل إلى حاكم مصرف لبنان رياض سليمي أن سلطات بلاده حذرت المصارف اللبنانية التي لها فروع وعلاقات في سوريا أنه في حال تم وضع نظام عقوبات مصرفية أوروبية على سوريا ستلحق العقوبات بالمصارف اللبنانية. وجاء رد سليمي ليؤكد أن القطاع المصرفي في لبنان أوقف أعمال فروعه في سوريا. ما في شغل بسوريا، المصارف ما عم تشتغل، عم تلبي حركة حسابات الزبائن فقط، ما عم تقول بتوظيفات بعمليات جديدة أبدا، ولا اعتمادات ولا استيراد ولا تصدير أبدا. وإذا صار في عقوبات على جميع المصارف العاملة بسوريا، طبعا البنوك اللبنانية مثل غيرها، بس ما بتتأثر البنوك اللبنانية، لأن هي أصلا البنوك اللبنانية أحجمت عن التعاطي مع المراسلين في الخارج. ولكن هل يمكن أن تكون كل الأعمال المصرفية تحت عين رقابة مصرف لبنان؟ هيدي معلومات عندي إياها وثيقة، أنه كل شيء بيصير بالبنوك التبعولة بسوريا، بمصر، بالأردن، بأوروبا، تتراقب عن كثب من بيروت. وحتى بقول لك غير شيء، كل شيء نقدر ندخل عليه ونعرف شو عم بيصير بسوريا بفروعه. وبحسب المعلومات فإن حجم الودائع في المصارف السورية التي لديها مساهمات لبنانية لا تتجاوز 7 مليار دولار، كما أن حجم التوظيفات لا يتجاوز 2 مليار دولار. ميزانيات البنوك بسوريا من ميزانياتها بلبنان ما بتشكل 10%، ما في 10% من مجموع ميزانية المصارف. طيب يعني هل نحن محصنين مثل ما عم بتقول حضرتك؟ نحن محصنين بلبنان بالسيولة الكبيرة اللي عنا إياها، بالرساميل الكبيرة اللي عنا إياها، وبالحكم اللي عنا إياه واللي عنده إياها مصرف لبنان، واعي كتير على تصرفات البنوك من زمان. ولأن مواقف لبنان الرسمية وغير الرسمية تستند إلى القوانين الدولية والتعاون مع المجتمع الدولي، ختم باسيل بالقول إننا من هذا المجتمع ولا نستطيع أن نعيش لوحدنا في جزيرة.